السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التجارة مستحقات الفلاحين تصرف خلال 24 ساعة بعد تسلم الحنطة المسوقة. أكدت وزارة التجارة أنها اتخذت إجراءات مبسطة لتسلم الحنطة المسوقة، فيما أشارت إلى أن صرف مستحقات الفلاحين لن يتجاوز زمنيا 24 ساعة. قال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس لوكالة الأنباء العراقية أنه حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، تم تسليم جميع الكميات المسوقة من الحنطة ضمن شروط معدة من قبل الوزارة وفق التسهيلات التي قدمتها الوزارة، والتي تضمن صرف مستحقات الفلاحين عند تسليم المحصول بوقت لا يتجاوز 24 ساعة، مبينا أنه عند تسلم المحصول من الفلاح يتم تنظيم شهادة من المختبر، وهذه الشهادة يتم إرسالها إلى الوحدة الحسابية في الموقع، وعلى ضوء ذلك ينظم صك إلى الفلاح مباشرة وبشكل يومي ضمن المبالغ المرصودة من قبل وزارة المالية والتي ترسل مباشرة إلى كل موقع موجود في المحافظة. أضاف أن الوزارة قدمت تسهيلات عديدة ومن ضمنها أيضا تقليل نسبة الوزن النوعية التي تعد أحد شروط تسلم الحنطة في المختبرات من 74 إلى 72 مراعاة للفلاحين، خاصة بعد تضرر بعض الحقول جراء الأمطار. غطي 1,000,000 دونم، الزراعة تسعد لتوزيع 12,000 مرشة على الفلاحين. أعلنت وزارة الزراعة عن استعدادها لتوزيع 12,000 منظومة لمرشات المياه تغطي مساحة 1,000,000 دونم، فيما أكدت أن الواقع الزراعي في العراق يشهد انتقال نوعية غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية. المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي إن خطة زراعة الحنطة للموسم الحالي شملت مساحة 4,000,000 دونم من الأراضي الصحراوية اعتمدت أغلبها على المرشات. وأضاف الخزاعي أن الوزارة لديها تعاقدات خلال العام الحالي 2024 مع عدة جهات خارجية وداخلية شراء 12,000 منظومة لمرشات المياه بمبلغ أكثر من 835 مليار دينار، معربا عن أمله بأن تغطي هذه الكمية من المرشات مساحة 1,000,000 دونم. أشار إلى أنه تم توزيع 1,400 مرشة مائية فقط منذ عام 2003، لكن الوزارة الآن بصدد توزيع 12,000 مرشة مع الدعم المقدم الذي يتراوح ما بين 30 إلى 40% من سعر المرشة التي تتحملها وزارة الزراعة، والتزديد يكون على مدى 10 سنوات، مؤكدا أن الواقع الزراعي في العراق يشهد انتقال نوعية غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية.